هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ هعمل معاكم النهارده سكارف سهل قوي وحلو قوي، مفهوش حاجه صعبه. الغرزه بتاعته حلوه قوي ويبقى حلو قوي في لون ساده. بقالي كتير بعمل معاكم افكار فيها تدريجات الوان كتير، فحبيت اعمل فكره تكون ساده شويه، ما فيهاش الوان كتير، يا دوب غرزه حلوه وبسيطه لاي حد مبتدئ يقدر يعملها، ما فيهاش ابتكارات يعني. فهعمل معاكم الغرزه هنا. الغرزه بتاعت السكارف ده انا بحبها قوي واشتغلت منها حاجات كتير قوي، ومن الغرز المفضله عندي. فحاولت اشتغل هنا بالجزء اللي هو المرسوم عشان اقدر اوضح لكم الغرزه بنشتغلها ازاي بالظبط. فهو هنا كاتب لي ان الغرزه دي من مضاعفات العدد 5، فانا هبتدي على طول هعمل عقده البدايه، عقدة البداية، وهعمل 5 سلاسل. 1 2 3 4 5. هعمل كمان 5. 1 2 3 4 5. وكمان 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. هكتفي بالجزء ده كعينة. تمام. بعد ما هعمل 5 بتوعي، هو هنا مزود غرزتين، غرزة هعمل فيها غرزة حشو وغرزة للارتفاع، يبقى انا هزود 1. تمام. 2، هدخل في تاني غرزة هعمل فيها، لحظة، هدخل هنا في تاني غرزة اعمل فيها غرزة حشو. تمام. بعد كده، بعد ما عملت غرزة الحشو، هرتفع 1 2 3، واخد لفة وادخل تاني في نفس المكان هعمل 3 عمود. 1 2 3، وبعدين هعد 1 2 3 4 واروح لخامس غرزة اعمل فيها غرزة حشو. هعد 1 2 3 4، هروح لخامس غرزة اعمل فيها غرزة حشو. بعد ما عملت غرزة الحشو هرتفع 1 2 3، واخد لفة وادخل تاني في نفس مكان غرزة الحشو هعمل 3 عمود. 1 2 3، وكمان مرة هعد 1 2 3 4، هروح لخامس غرزة اعمل فيها غرزة حشو وارتفع 1 2 3، واخد لفة وادخل هنا اعمل 1 2 3 عمود بالشكل ده، واكمل تاني 1 2 3 4 5، اروح لخامس غرزة اعمل فيها غرزة حشو وارتفع 1 2 3، واخد لفة وادخل في نفس المكان اعمل 3 عمود. 1 2 3، اخر غرزة عملت فيها غرزة حشو، هرتفع بعد كده 1 2 3 سلاسل، الف الشغل، هدخل في اول غرزة حشو وعمل فيها 2 عمود. ادي 1، ادي 2، هروح هنا عندي هنا 3 عمود، وهنا في فراغ اللي هو فيه الـ3 سلاسل، هدخل فيه، انا هروح هنا ادخل في الجزء ده واعمل غرزة حشو وارتفع 1 2 3، واخد لفة وادخل تاني في نفس الفراغ اعمل 3 عمود. 1 2 3، تاني مرة هروح برضو للفراغ اللي انتوا شايفينه هنا ده، هدخل هنا الفراغ ده واطلع اسحب الخيط، اطلع اعمل غرزة حشو وارتفع 1 2 3، وادخل تاني في نفس الفراغ اعمل 3 عمود. 1 2 3، واروح تاني لنفس الفراغ اعمل غرزة حشو وارتفع 3 سلسلة، وادخل تاني في نفس الفراغ اعمل
واحد اتنين تلاتة. هنا وصلت لآخر غرزة في السطر، تمام؟ عملت هنا آخر تالت عمود، وهروح للفراغ اللي هنا اللي هو ما بين السلاسل وما بين التلات عواميد، هعمل غرزة حشو وهرتفع تلاتة سلسلة، وهدخل بجنب الفراغ ده وأعمل تاني تلاتة عمود، واحد اتنين تلاتة، وبعدين هرتفع سلسلة وألف الشغل وادخل في أول غرزة أعمل غرزة معلش سوري أنا غلطت غلطة. بصوا هنا أنا دي ما خدتش بالي منها معلش. هنا أنا عندي التلات عواميد دول تمام مضمومين فوق كأنهم عمود واحد، ماشي؟ هنا جايبني التلات عواميد واحد اتنين تلاتة، ففي هنا التلات شرط، لكن هنا التلات عواميد معمولين مع بعض اللي هي في السطر التاني. هوريها لكم آخر غرزة في السطر التاني اللي هي آخر السطر. أنا عملت الغرزة اللي قبلها عادي زي ما أنا شغالة، هروح لآخر غرزة للفراغ وأعمل غرزة حشو زي ما أنا شغالة، وارتفع تلاتة سلسلة اللي هم دول اللي هم دول واحد اتنين تلاتة اهم اللي هم التلات سلاسل دول، وبعدين هعمل بقى التلات عواميد دول واضمهم مع بعض في عمود واحد. هقولكوا ازاي في غرزة واحدة. هسحب هدخل الاول وهطلع وهطلع من اتنين، وهدخل وهطلع كمان مرة واطلع من اتنين، وادخل واطلع كمان مرة واطلع من اتنين، وبعدين هطلع من التلاتة مرة واحدة وهقفلهم بغرزة، وبعدين هلف الشغل. الغرزة بقى اللي انا قفلت فيها دي هعمل فيها غرزة حشو. هعمل فيها غرزة حشو عشان ما يدينيش تزايد هنا. فبصوا ادتني الشكل ده عاملة ازاي. هعدها لكم تاني اللي هي السطر التاني اخر غرزة في السطر التاني. هدخل اول مرة واعمل واطلع من اتنين، وادخل تاني واطلع من اتنين، وادخل كمان مرة واطلع من اتنين، وبعدين هطلع من التلاتة مرة واحدة، وبعدين هاخد سلسلة وهلف الشغل، وهدخل في راس التلات سلاسل دي اعمل غرزة حشو، وبعدين هرتفع واحد اتنين تلاتة، وهاجي بقى عند الفراغ اللي هنا هدخل اعمل تلاتة عمود، واحد اتنين تلاتة، واروح للفراغ اللي هنا وادخل اعمل غرزة حشو وارتفع تلاتة وادخل اعمل تلاتة، واحد اتنين تلاتة، وبعدين اروح هنا اعمل تاني حشو وارتفع تلاتة واعمل تلاتة عمود، وبعدين هدخل تاني اعمل حشو وارتفع تلاتة وادخل اعمل تلاتة. تمام هوصل لحد هنا، هدخل في الفراغ اللي هنا ده. هنا ما كانش تلات عواميد، كانوا اللي هي السلسلة التلات سلاسل والعمودين الاتنين اللي هي دي، هدخل فيها اعمل غرزة حشو بس عشان ما يعمليش تزايد. انتوا فاهمين اقصد ايه؟
هي الفكرة كلها بس في أول واحدة وآخر واحدة. فالسطر التالت هيبقى زي السطر بداية السطر التاني، هعمل 3 سلاسل والف الشغل وادخل في غرزة الحشو واعمل 2 عمود. يبقى السطر بيبتدي باتنين عمود اللي هي 3 سلاسل واتنين عمود، وبينتهي باللي هو 3 عواميد. هنا بقى اللي هما 3 عواميد متاخدين مع بعض، هي دي اول السطر واخر السطر. هوريكم السطر ده كمان هشتغله معاكم. انا اشتغلت هنا 3 سلاسل 2 عمود، هروح هنا اعمل غرزة حشو وارتفع 3 وادخل اعمل 3 عمود، 1 2 3، واروح هنا اعمل غرزة حشو وارتفع 3 1 2 3، واسحب غرزة حشو وارتفع 3 واعمل 3، 1 2 3. هاجي عند اخر السطر هدخل اعمل غرزة حشو وارتفع 3 وادخل اعمل اول عمود واطلع من 2، وادخل اعمل تاني عمود واطلع من 2، وادخل اعمل تالت عمود واطلع من 2، واطلع من 3 كلهم مرة واحدة واخد سلسلة والف الشغل وادخل في السلسلة دي في راس ال3 عواميد واعمل غرزة حشو، وبعدين 3 سلسلة وادخل بقى هنا اعمل ال3 عواميد بتوعي. يبقى فهمنا بداية السطر ونهايته بتبقى عاملة ازاي. الغرزة شكلها كده بالظبط، فبصوا هتطلع هنا مظبوطة، هي دي عشان يظبط الحافة بتاعت هنا والحافة بتاعت هنا، ما تبقاش الغرزة يعني هتزيد مني. تمام، فدي فكرة السكارف ده. زي ما انتوا شايفين بقى هشتغلها بالطول، يا اما هشتغلها بالطول كده يا اما هشتغلها بالعرض. في كل الاحوال نتيجتها خطيرة جدا، والشراشيب دي او التاسلز دي انا عملت لها فيديو قبل كده، سهلة برضو خالص وتجربة سهلة، ويعني ممكن السكارف ده ممكن ياخد من 600 ل 700 جرام حسب طوله حسب عرضه حسب نوع الخيط. تمام، يا رب تكون الفكرة عجبتكم والغرزة عجبتكم. باي باي.